مساء الخير عليكم عرب الدي زاد يوتيوب. فهمتوا علاه ماشي ندير دي فيديو كل يوم؟ لخاطرش من نخرج من الخدمة راني نخرج كيما هكا، نخرج مكمل ميت. هذه أولا، هذه الحياة الأولى. أنا عباك نتصارى من تخدم عندهم من يطلقوك يلقى السير يقرعهولك، يلقى من تخرج تكون مكمل باقي فيك والو. فوالا دوك أنا نخرج مكمل وما باقي فيا والو. ونهار يجيب خوه بعد الوقت يفوت بالخف. اي روح انت سيب ربع ساعة ولا نص ساعة باش دير فيديو وطلعها وتعاود طلعها من ما تمشى عليكش كلشي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الزاوجة زعما هيك، ما نكذبش عليكم، بديت نكرهها من يوتيوب. صافي قيلة 3 ولا 4 اني حال كونت هنا، كاين ناس اللي راهم هنايا دبي بلو لونتون كوم، وزعما كما كلي اشرب لا فايدة، راكم فاهمين. ستاديغ كو نهضرو الناس تجي تكومونتي دير فيديو اليوم تاك تهضر على الخلا والظلمة خدا خرج تقصي فيك كل واحد تمسك لك شي حاجة اللي تقصيك وين تسكن اللي تقصيك اسكو لوطو فيها كليماتيزر اسكو صوالح كيما هكا زعما اون فاس دي كيسيون ملاح زعما على كل حال الانسان من حقه يسقسيهم اللي بغى يسقسي ماشي ممنوع. بصح زعما تبان لك دي فوا بلي شويه الناس خارج على الموضوع اللي تحاول تهضر عليه، ومن بعد يجي الوقت اللي تكره تاعي. هذه بغيت نقولها لكم دونك بالوقت تكره كي ما تجيش باسكو تشوف بلي عشرة بلا فايده دير فيديو هيا من بعد 30 40 50 100 كومونتير صافي بون سوجي تهضر عليه. صح انت ود البلاد تبغي الرشوه غير ماش طامعين نبدلو بلاد في فيديو، وماش طامع حتى نبدل البلاد لا في وحده لا في 10 تاع فيديو. راك معايا كيما راكم كاع رانا معايا، مي شي با فهمتوني، مانيش واضح يعني. نحبس فيديو مانيش واضح.